اتفضل عرف نفسك اتفضل. شريف جوزيف رزق، حرق مجموعه الجمهوريه الجديده. ايه الفكره؟ والله الفكره بمنتهى البساطه انه بعد 11 فبراير تنحي او تخلي ده المفروض يحصل، يكون في مرحله انتقاليه حيث السلطه تنتقل من سلطة عسكرية نظام بوليسي لنظام مدني ودولة القانون والمؤسسات اللي احنا كلنا بنتكلم عليها. فالمجلس العسكري كان على زمام القيادة، كان الحقيقة قيادة البلاد الحقيقة يعني على أساس انه ما كانش فيه مجتمع مدني قوي ولا 18 يوم تسمح ان هو يعني يشكل كتلة تستطيع أن تدير هذه المرحلة، فتعامل بسياسة رد الفعل. مجلس عسكري يعمل حاجة، هو يجري ينزل مش عارف يطالب بعشر مطالب. طب بعد كده بعد ست شهور من هذه السياسة، سياسة رد الفعل، الشعب نفسه اللي هو أصلا ملوش في السياسة، معظم قطاع يعني قطاعات الشعب غير مسيسة، لقت أنه بقت منزعجة جدا من الصور أو كلمة الصور والثورة. كل ده راجع لمشكلة أنه ما فيش رؤية وحدوية تجمع طوائف الثوار المختلفة وطوائف الشعب المختلفة والطائرات المختلفة وتحتها، ويبقى نقيس بقى عليها أداء ما هو في السلطة ما هو في السلطة، ونقدر نقول أنه في الوقت الفلاني هيحصل انتخابات، في الوقت الفلاني هنكتب الدستور، دي المبادئ اللي هنتفق عليها. وطبعا أمور كتير جدا، يعني احنا في البداية خالص كنا بنتكلم على الدستور، لقينا أنه لا ما ينفعش، الاقتصاد بيهدد الدستور لأسباب ده، الأمن بيهدد الدستور، يعني تجاوزات حقوق الإنسان بتهدد الدستور. ما معنى دستور يحمي حقوق الإنسان وإحنا عندنا 12,000 واحد في سكون حربية؟ طب ده يبقى إيه بقى؟ خلاص هنعمل دستور جديد رائع، طب وبعدين إذا هو غير مفعل؟ فكل المحاور اللي احنا قدمناها دي اللي هي تبدأ من الدستور والأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان وتداول حر للمعلومات والإصلاح المجتمع المدني، لأنه ده عايز شغل كتير جدا طبعا، كذلك في محورين تانيين، يعني ثلاث محاور تانيين مش دلوقتي بس يعني. طب هل في اعداد لمؤتمر اخر في غضون الايام القادمه؟ المخطط كالاتي زي ما وضحنا، المخطط ان هو من خلال ورش عمل هنضم فيها الاحزاب وقوى المجتمع المدني المختلف وخبراء، لكل محور هيبقى في ورشة عمل، هتطلع مستند، هنجمع المستندات دي تبقى تصبح وثيقة ثورة 25 يناير، ساعتها هيبقى في مؤتمر مش صحفي، مؤتمر عام مدعو فيه الصحافة برضو طبعا، نطلق فيها بقى الوثيقة نفسها. دلوقتي بنطلق المشروع، عملنا لنا الوثيقة، في بقى الآلات التنفيذية، الوثيقة دي نتمنى انها تبقى مصدر لأي ائتلاف حزبي، ثم هنتشكل لجان لمراقبة تنفيذ الوثيقة، وطبعا هيبقى في خطة عمل جماهيري لإعادة حشد الشارع لصالح الثورة. متى سوف تصدر هذه الوثيقة؟ بنتكلم في أسابيع، يعني من 3 لـ4 أسابيع، يعني هنبدأ ورش العمل في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. ورش العمل احنا عايزينها تنتهي في خلال الأسبوعين، بعد كده في فترة بنجمع بس فيها الأمور وبنعمل فيها تنقيح للوثيقة وهكذا. شكرا.